انت ليش عم بتلف وتدور؟ احكي بصراحة. طالما بدك كون صريح معك، كرم، مجموعة شركاتنا للشغل وبس. طبعا إذا هذا الشيء ما راح عن بالك أو نسيت، شان هيك مو مسموح أبدا إنك ترقص مع وحدة بتشتغل بالشركة، وهي وحدة من أهم قواعد إدارة شركتنا. وإمتى هالقواعد حطيتها؟ امبارح بالليل؟ كرم، بالتزامنا بهالقوانين حققنا النجاح لشركتنا. لا تبلش تحاكيني بالقوانين، لأنه أنا ما عم بعمل أي شيء خالف القوانين تبعك. غير هيك يا أنوار، أنا واعي وماني ولد صغير وما بدي حدا يقلي شو أعمل. برقص مع مين ما بدي وإمتى ما بدي ووين ما بدي. عشان هيك هاي الشغلات مو بحاجة لموافقتك. حاجة تخبيص. أنت اللي عم تخبص. كرم، لك شو هالكلام اللي عم تقوله؟ منين طلعت لي فيه؟ ليش مو واضح من وين طلع؟ انت شو بدك من شهرزاد؟ بدي قلبها. ان شاء الله تكون فهمت. والله مشتهية اسمع صوت ولد عم يلعب حوالي. بتصدقي اني خايفة موت قبل ما اشوف ولد من ولاده لانوار؟ لا تذكريني دخيلك. الله طعمني ولدين، واثنين منهم مبين عليهم ما رح يتجوزوا. شو بده يصير بحالتهم بعدين؟ عم يفنوا عمرهم بالشغل. يعني امتى بده يصير عندهم ولاد؟ المشكلة ما عم نقدر نحكي معهم، دغري بيطلعوا لك كمية حجة. همي نفسه. اهله تعرفي انوار صاير كثير عصبي. أحياناً بحكي عن الموضوع بيقوم بيتوتر وبيعصب. شكله لهلأ ما أسرى في قصة أبوه. قديش صار للقصة يا فريدة؟ معقول أنتوا لسه ما نسيتوها؟ معقول هيك قصة بتنتسى؟ ما بتنتسى أبداً. أحياناً بقول الأولاد معهم حق، مو من السهل الواحد يلاقي البنت المناسبة. بتطلع على اللي حواليهم ما بلاقي وحدة بتستاهل. مزبوط. بيني وبينك ما بصير اتزوج ولادنا وحدة عادية، يعني لازم تكون من مستوانا. إذا بردتي خلينا نفوت لجوا. لا الطقس ماشي حاله. قبل ما أنسى، عم أقول لحالي صار لازم نعمل لجنة تشرف على النشاطات الاجتماعية، فشو رأيك نختار حدا من الشركة؟ من الشركة؟ إيه؟ بمين بتفكري؟ بما إنه ما حدا بيحس بالوجع إلا صاحبه، فشهرزاد لازم تكون باللجنة التنفيذية. وتستلم الجمعية. معك حق. الظاهر انه ما عم اقدر فهمك شو قصدي يا يامي. لا تقعد هلأ تقلي هيك صار وهيك ما صار. نحن هون عم نشتغل وبس. انا بتهمني النتائج. انا فهمت عليك برهان بيك، مشان هيك اجيت وجبت لك البروشورات مشان تشوفهم وتعطينا القرار السليم. وشو في بهالورق يعني؟ صور لمكانات عادية وشوية حكي فاضي ما له طعمي ابدا. وانت بتعرف انه انا اسست هالمصنع من دون ما احتاج لورقة واحدة ابدا. ما عندي دقيقة واحدة ضيعها بهالحكي الفاضي بنوب. شكرا. اهلين، مع السلامة. جولييت، جولييت، انا ما قلت لك ما تجي لعندي على المحل؟ ما قدرت لأنك ما أجيت لعندي. بس بابا احتمال يجي هلأ. بس أنا اشتقت لك كتير. جولييت، نحن بالمحل؟ شو ما اشتقت لي؟ لك كيف ما اشتقت لك؟ صار لي شهر ما شفتك. يلا روحي هلأ، بعدين منحكي. يا أهلين يا أهلين، شو فيني ساعدك؟ إذا عجبكم شيء من هدول الآلات يا بيه. إيه وإذا عجبني؟ قصدي مشان نأمنهم فورا. لك في حدا عاقل بيشتري مكنة بهديك الحسبة بهالطريقة هي؟ خلاص هلا بلا جنان وبلا حكي فاضي. برهان بيك؟
ممكن أعطي رأيي؟ ما ناقصني غير أنت، شو عندك؟ هدول البروشورات أكيد فيهم عناوين الشركات المصنعة، يعني ممكن جيب لك كل المعلومات اللي بدك إياها. كيف؟ أنا هون بلاقي عناوين هاي الشركات على الإنترنت، كل شيء على الإنترنت، بجيب لك كل المعلومات خلال 5 دقايق. يا نعمة، قيمي شوية لحمة على جنب، بدي ساوي فيهم أكلة برغل بلحمة. برهان بحبها كثير. كم صينية حلو بدهم يجيبوا اليوم؟ حيجيبوا 3، بكفونا هتخانوا؟ إذا ما كفونا منوصي على غيرهم. طيب. ها، منيح اللي تذكرت، بعتي صينية منهم على المعمل. حاضر. تيتينا ها؟ هي كمان وصلوا حبيباتي الصغار. مشي الحال حبيباتي، بدلتوا كنادلكم؟ أكيد اشتريتوا شغلات كثيرة. طبعاً مرت عمي، ما بتعرفي البنات وطلباتهم؟ شو ما شافوا بالسوق لازم يشتروا. على مهلكم يا بنات، لا تركضوا بلا ما توقعوا. يا الله هالصغار شو حلوين. مرت عمي؟ نعم. هي جبتها مشان كنان، هو لسه ما بيعرف مرت عمه، مشان هيك خدي له اياها انت معك. لا تخافي، الشغله بدها شويه وقت، بعدين حيصير يعرف مرت عمه وبنات عمه الحلوين كمان. بدر، انا رايح لعند المحاسب. بس وصينا على فطاير. انا عندي شغل، اذا اتصل بابا قل له رايح لعند المحاسب. ماشي؟ طيب ماشي، ساعة بالكثير وبرجع. حاضر، يعطيك العافية. الله معك. كمان كمان كمان، يا ويلكم يا ويلكم، تفضل يا مدام. كيف جبت هالمعلومات هاي؟ من الانترنت برهان بيك، اكيد سمعان فيه. طبعا سمعان فيه، بس الزلم اللي جايبينه مدير لمعملنا مو سمعان فيه. لا برهان بيك، انا بعرف الانترنت وكان فيني جيب لك ياهن نفسهم. ولا شو ما جبتهم؟ الشغله بدها الواحد يعرف شويه انجليزي، والسيد يامن ما بيعرف. طيب انت بتعرف؟ ماشي الحال، بظبط اموري. اسحب هالكرسي وتعال جنبي لشوف. بعد اذنك سيد يامن، خد عليك. شكرا. شو قدرت تجي؟ ما انت اجيتيني على المحل، اجيتيني واخدتي عقلي معي. صار لي اكثر من شهر ما شفتك، ما خطر على بالك تسال على هالمسكينه شو اخبارها وشو صاير فيها؟ وحياتك بابا كل الوقت فوق راسي محاصرني. اي حاجه بقى، لو اشتقت لك انت تركت ابوك. وهي ليكني تركته. ايه طول بالك، على شو مستعجل؟ تركت بدر بالمحل لوحده وراجع دغري. شبك مالي هربانه، استنى لك شوي. ليش بقى؟ عم قلك ما عندي وقت، هلأ بابا بيتصل فيني. ايه مالي علاقة، إلي شهر ما شفتك وجاييني مستعجل. طيب شوفي شو جبتلك معي. شو؟ شوفي. الحياة كتير قاسية شهرزاد، المرأة قد ما بيكون قوي وشاطر بيهب إنه يكون زوجها جنبه على طول. انت ما بفكر يكون عندك زوج؟ ما عم فكر، لا ابدا. ما بيصير، لو كان في زلمه جنبك بيحبك كثير بيهميك تحت جناحه كان احسن بكثير. صدقيني ناريمان، ابني كنان صار هو كل همي بالحياه، بعد ما عملت له العمليه وبعد ما طاب بطلت بحاجه حدا، خاصه الرجال نهائيا. اكيد انت قد حاله، يعني مو بحاجة زلمة، بس انت ما تقول هيك شي، بهاد عالم حبيبي في شي اسمه حب. بعد ما مات جوزي احمد انا سكرت ابواب قلبي وما عاد فكر بالحب ابدا. انك بحاجه مصاري لعمليته. انت ما سالتني،
بس قلت لي انك معجب بجرأتي لانه ما صار لي غير 3 شهور عم بطلب هيك شيء. لو سألتني كنت اكيد جاوبتك. شهرزاد عن جد انا متضايق من حالي كثير، سامحيني. يسلموا إيديك. يسلموا. آدم تعرف على هالولد. هذاك الأفندي اللي حطيناه مدير لمعملنا ما بيعرف يحكي كلمتين إنجليزي على بعضهم، أما هالولد بلبل فيها. ما شاء الله، شباب هلأ غير قبل برهان بيك بالإذن. هات لشوف، وين تعلمت تحكي إنجليزي يا ولد؟ بصراحة برهان بيك أنا ما كتير بلبل بالإنجليزي، بس مالي سيء لأني تعبت على حالي شوي. ولو، المهم إنك بتقدر تفيدني بشغلي ولا لا؟ أكيد. هاني، أنت مو ناوي تكبر وتصير زلمة قد حالك؟ إن شاء الله عمي برهان، إن شاء الله. أساساً أنت مثلي الأعلى بالحياة. كيف يعني؟ مثل ما عم أقول، قصدي يعني أنت قدوة لإلي. مو حضرتك عملت من معمل كتير صغير أكبر إمبراطورية جلود بالبلد؟ أنت عظيم عمي برهان. ما عم بنسى أبداً لما أجوا مجموعة سياح لعنا على المحل بالليل، السائح كان عم يحكي والعمال ما فهمانين ولا كلمة عليه، وبالصدفة مرق ابني أحمد على المحل كأنه كان عم يحكي إنجليزي من لما كان ببطن أمه، وبلش يحكي معاهم وبخمس دقايق كان بايعهم نص البضاعة اللي كانت بالمحل. أيوة والله سمعت عنه كتير. الله يرحمه، كان ذكي كتير، كان 7 وبآخر كل سنة بالمدرسة علامات كمال بالجلاء كلها كانت 1 و2، وجلاء أحمد كله 10. بس يا ريته ما عمل هيك وزعل أبوه منه. مرحبا بابا. وينك لهلأ يا ولد؟ وليش ما عم ترد على موبايلك؟ حكوا معك 100 مرة. لا تواخذني بابا، موبايلي ضاع. ضاع؟ شلون؟ كنت رايح لعند المحاسب بالضبط مارق من عند النفق، ولا بيجي واحد طاير بيضرب فيني وبيضل راكد. بعدين عرفت انه تليفوني انسرق. بسيطة، اهم شي سلامتك صهر. ولك حتى موبايلك ما عم تقدر تحافظ عليه، روح تضرب بشكلك. خدي. بتحب جهز لك الأكل؟ لا ما بدي شيء. فردوس مور الشاي تبع الصبح كان طيب، بس أنا كنت معصب شوي مشان هيك لا تزعلي مني. ولو أنا بدي أزعل منك؟ أنا ما استطعمت منيح بشاي الصبح، فياريت تعملي شاي هلأ. تأمر أمر يا حبيبي. شو اشتقت لك؟ قلي لشوف أنت اشتقت لي كمان؟ اشتقت لي خالي منى. الله لا يحرمني من هالتم اللي بيقول خالي. تقبر قلبي شو بحبك. عاد لشوف ماما. معلش تعطيني لعبتي بدي العب فيها. خد حبيبي بس من دون مشاغبة. خد حبيبي. شو وين ناريمان اليوم؟ ضلت بالبيت. انت شو عملتي اليوم؟ ولا شي، نمت كتير. منى؟ صاير شي؟ لا منوب. شو ما بدك تشربي؟ أنا بشربها بأوضتي. أنور بيك كأنك مهموم كتير. في شي بقلبك وعم يعذبك مو؟
بتعرفي يا فردوس شو أكتر شغلي بتمناها بالفترة هي؟ إنه أقدر رجع الزمن لورا وامحي من الوجود ليلي سودة ما عم تفارق ذاكرتي أبدا. بس ما ممكن أنور بيك، يمكن مو من حقي إنه أتدخل وأحكي رأيي، بس حابة أخفف عنك وأقول لك. أحكي. أنت ندمان على شغلة عاملها وشغلة بالك، ما؟ بس لا تنسى إنه الإنسان بيندم على شغلة مو قادر يعملها بالوقت المناسب. أوقات منقول يا ريت خطينا خطوة، عم بقول هيك بركي في شي طريقة تصلح فيها الأمور. أنت بتتذكر لما سألتني هداك اليوم وقلت لي إذا بتمنى بيني وبين حالي إنه يكون عندي شي ولد؟ صدقني يا أنور بيك، لهلأ بقول يا ريتني ما تراجعت بوقتها، يا ريتني خطيت هديك الخطوة، كان شفت عندي ولد بطولي. قولتك أختي هالخطوة؟ أنا حكيت اللي عندي وإنت بتعرف تتصرف منيح. صحتين وعافية. تسلموا ايديكي. صحتين. شايفه على موجة هالبرد حاسه حالي حموت. اتصل فيكي كرم اليوم؟ كرم بيك؟ ليه بده يتصل يعني؟ بده يحكي شي مشان الشغل؟ ما بعرف، قلت لازم يتصل بعد اللي صار بينكم. شو قصدك من اللي عم تقولي؟ ما قصدي شيء. انت ليش عصبتي؟ شو يعني ليش عصبتي؟ عم تحكي هيك لاني رقصت مبارح انا وياه؟ شهرزاد هذا مجرد حكي، لا تكبري الموضوع. انا اللي طلبت رقص معه ولا هو؟ شهرزاد خلص. شو كان لازم ساوي؟ اللي قدام العالم لا ما بدي؟ خلص حبيبتي، خلينا نسكر هالموضوع. مو معقول، كيف ممكن هيك شغلات تخطر على بالك؟ انت ما بتعرفي قديش تضايقت وقتها. كيف عم تلمحي لي هيك وانت اللي بتعرفيني؟ ما لازم يخطر ببالك هيك شيء ابدا. انت فهمتيني غلط شهرزاد، انا ما قصدي احكي هيك شيء. لا منى، انا فهمتك منيح. اذا اعذر في قلقلي عم تظن فيني وتحكي هيك شهرزاد. معي شهرزاد يلا قوم، يلا كنان امشي. هذا وقد استمرت الاحتفالات بيوم الاستقلال في جميع المحافظات، وكان قد أعلن سيادته في خطاب له عن إصرار الحكومة على متابعة الحركة الإصلاحية في البلاد، كما أكد أيضا على حرصه الشديد على تحسين الحالة الاقتصادية. ليه اجيتوا بسرعة؟ ومحاربة العدو. كنان صار لازم ينام، خديه على غرفته إذا سمحتي. ماما فيني نايم لعبتي معي؟ خد حبيبي. منى كيفو؟ منيحة حبيبتي؟ ايه منيحة. شو بدك تنام؟ ها؟ خير شو؟ مالك حابب تعرف شو الهدية اللي اشتريتها اليوم لابن اخوك كنان؟ قصدك ابن احمد؟ ايه؟ ليش مستغرب هيك؟ على اساس انه مانك حابة حتى تسمعي باسمه. بصير هالحكي يا كمال؟ بيضل ابن أخوك. شوف لا تحكي هيك ها. انت لسه ما استوعبت شو القصة حبيبي. لازم تتعرف على عدوك أول شي. هاي الورثة ما حدا بياخدها غيرنا. لك انت شو عم تقولي؟ عم بقول بدي اتعرف على شهرزاد حتى اشوف على شو ناوية.
منيح بابا مشتهي صالحها، صالحيهم على بعض. وحياتك كل شي بوقته حلو حبيبي. أول شي خليني أتقرب منه مشان أعرف كيف بدي أخلص منه. كل عام وانت بخير جدا. بخير تيتي، شكرا. وانت بخير، الله يرضى عليكي. خدي هدول. كل عام وانت بخير تيتي. الله يرضى عليك. كل عام وانت بخير. عجبتني يا ولد، خد هدول لإلك. كل عام وانت بخير. بتقول اتاري هالهاني مو قليل بنوبة. كل عام وانت بخير. انت بخير يا بطلي. وانت بخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. بخير يا احلى فتون. انا معي اكثر منك. لا انا اكثر منك. لا انا اكثر منك. كل عام وانت بخير. بابا خلينا نروح على المعمل بلا ما نتاخر بدبك الاضاءه. انت خد ابن حماك وسبقوني وانا بلحقكم بعدين. ليش؟ لا هذا اللي كان ناقصني والله. يلا خود هاني وروح على اللحام بلا ما تتأخر. ماشي يلا هاني، ذبح الأضاحي علينا هالعيد. هاتي حبيبي خاطركم. كل شي بدي اياه هلا صار معنا مصاري كتير وفينا نشتري. يلا ناهدة جهزي حالك بدنا نروح. لوين؟ ماما هلا بابا بيكون عم يشوفني؟ مالو؟ يعني مثل افلام الكرتوني اللي كنت عم شوفه؟ ابوك ما كان يخاف من شي، كان كتير قوي. كنا نطلع معه على الجبال تتذكر؟ بس اكبر بيصير فيني اتسلق الجبل؟ طبعا فيك حبيبي. كان بابا يلعب معي انا وصغير؟ ايه كان يلعبك كتير. هو كان يحبني؟ كتير. طيب ليش هو تركني وراح؟ حبيبي كنان. يا هي تيتي. يا روحي انت. يلا حبيبي بوس التيتي. يا روح قلبي كيفك يا بنتي؟ كنان كنان ما حيبوس ايدك فلا تستنى برهان بيك. انت ما عندك حفيد اسمه كنان. تذكر يوم ما رحت بوس رجليك مشان تساعدني. تتذكر شو قلت لي؟ لو كان معي مال الدنيا كلها ما بعطيكي ولا قرش. لا لألك ولا لابنك. بعرف اني غلطت يا شهرزاد، حاولت صلح غلطتي بس ما قدرت. تأخرت كتير برهان بيك. وجع الحكي اللي قلت لي اياه ما بيشبه اي وجع. Thank you.
كل عام وانتم بخير. أنور وفريدة وينهم لهلا؟ ها ليكن وصلوا. كرم شبك ماما؟ مو على بعضك اليوم. نوال أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا فريدة. أهلين مرحبا عمري. خالي كرم كل سنة وأنت سالمة. كيفك حبيبي؟ كل عام وأنت بخير خالي. وأنت بخير. كأنه تأخرت شوي يا فريدة. زحمة كتير. شو معذبة حالك؟ ما قلتي لي شو رأيك فستاني؟ شو هالحلو يا فريدة؟ بتجنني. عم تحكي جد؟ طبعاً عن جد. كل عام وانت بخير. تسلمي لي شو بزقة. وانت بخير. يلا تعالوا اقعدوا على السفرة. يلا. شو كنت خايفة إنه هالشباب يغطوا لهم شي غطة أو يسافروا لشي قرنة ويتركونا لحالنا. إليكم الحلوين معنا. يسلموا لقلبي. البيضة عند الجازة والجازة بدها قمها والقمها بالطاهونة والطاهونة مسكرة والمفتاح عند الهداد والها... أنا مفتح الباب. كنان؟ أهلين يا حبيبي. يسلموا لي هالحكيات شو حلوين. أهلين منى. أهلين حبيبي منى. أهلين فيكم حبيبي. شو جبت لك معي؟ ليش معذبة حالك؟ ما في عذاب. يلا حبيبي افتحها انت وناريمان جوا. يلا حبيبي. شهرزاد انا بعتذر، ما تزعلي مني. بعرف انه حكي معك كان كله غلط، بس والله امبارح ما قدرت نام ابدا. تعي. شو يا ولاد، ما بدكم تقولوا ايمت رح نساوي اجتماع لمجلس الإدارة؟ ما صار لنا زمان مجتمعين، يعني مو كل ما صارت شغلة بدنا نجتمع. بس لازم نجتمع مشان نسلم رئاسة مجلس الإدارة لكرم. صحيح، كنت نسيان. مشان هيك خبروا المستشارين يجهزوا حالهم ويجهزوا الوراق. بكرة منخبرهم. آه بدي قلك، قررنا أنا وخالتك نوال، والحكي إلك يا كرم، أنه نشكل هيئة تنفيذية من موظفين الشركة مشان يشرفوا على المشاريع الاجتماعية الخيرية اللي عم نساويها. ليش؟ لأنه هاي المشاريع ما عم تطبق بالسرعة المطلوبة يا ماما، هيك بتصير بسرعة. أنا من رأيي أنه نخلي موظفين الشركة يخصصوا يوم بالشهر مشان الأعمال الخيرية تبع شركتنا. حتى عم فكر أنه اللي أشرف على جمعية دعم الأطفال المصابين بسرطان الدم هو شهرزاد، طبعاً لأنه صار عنده خبرة من خلال ابنه. فكرة كتير منيحة. شهرزاد خانم قد المسؤولية هي. أنا موافق. وهلأ عن إذنكم واعد رفيقي، إذا رحت أكيد ما رح تزعلوا مني، ما هيك؟ ليش لنزعل يا ابني؟ وإنت كمان مالك طالع؟ روحوا اطلعوا انبسطوا، غيروا جو، ما في داعي مشاننا ترتبطوا، روحوا انبسطوا يلا. إذا كنتي أرملة بتكون حياتك صعبة، خاصة إذا كان ابنك مريض وما في عندك لا أب ولا أم، يعني وحيدة وما فيكي تحمي حالك.
إذا المرة العادية لازم تحمي حالها طاق، فالأرملة 100 طاق، لأنه الكل عم يستنى منك غلطة. كل الرجال بيشوفوكي فرصتن، بس الأسوأ من هاد وهاد عداوة النسوان. أكبر ظلم بالدنيا إنه الوحدة ينسرق منها حبيبة أو زوجة. شهرزاد خلص مشان الله سامحيني. ما قلت لك إني سامحتك يا منى؟ أنا عم بحكي هالحكي معك لذكرك. أنت عشتي حياة هادية ما فيها أي مشاكل، وإذا غزتك شي إبرة بتلاقي أهلك قدامك. أما أنا مو مثلك، لهيك العشق والحب بعاد كتير عني، بدي ارتاح وبس. صاير لما بتشوف أي واحد عم بيحب بتحس حالك بدك تجن، لأنك بحياتك ما حبيت وما قدرت تحب. لا تخبص، من وقت قصة هديك المرأة وانت صرت تكره كل النسوان وما تثق فيهم، وما عم ترضى تصدق إنه النسوان مو كلهم مثل بعض وعن جد بيتحبوا. كرم، انتبه منيح لكلامك. لا تخاف، أنا منتبه منيح. أنا رح ورجيك إنه في نسوان بينحبوا غصب عنك. بكفي يا كرم، خلص. ليش ما بدك تعترف إنك مزعوج؟ إيه، أنا بعشقها لشهرزاد وأنت بتعرف هالشي. ليش ما بدك تعترف إنه هالموضوع موترك؟ ليش يا أنور؟ كرم حاجي بقى، تجاوزت حدودك كتير. اسمع يا أنور، الحب موجود ولازم تأمن فيه، صدقني. أنا بآمن فيه، بس طبعاً بطريقتي الخاصة. صباح الخير كرم بيك. صباح الخير، خير إن شاء الله. مو من عادتك تتأخري على الشغل. أيوة لتعداني شوي، بس الحمد لله صرت أحسن. أوه، شو هالشال الحلو؟ هدية راس سنة؟ إيه. تعرف كرم بيك، عن جد منيحي اللي غيرت الوراق بيني وبينك، لأنه أنا ما بقدر أجيب لشهرزاد هدية تليق بمقامك. منيرة خانوم، ديري بالك ها، لأنه الحيطان إلى أدهان. اي والله احسن شيء الواحد يخلي مرته تشتغل، لانه وين ما راحت بتقدر تنجح. بس هي انا مره ولهلا ما نجحت بشي. انا اسف ما قصدتك، بس انا مقصد النسوان الحلوين اللي بيعرفوا يدبروا حالهم. يعني انا مو منهم؟ لا والله، بس انت بتعرفي منيح شو قصدي. اي طبعا، ما حدا بيقدر يكون بحلاوه شهرزاد خانم. مشان هيك ما ضل لك مجال للمنافسة أو الظهور. إذا كان المعلمين رح يرقصوا معك، إجباري بدك تاخد أكبر المشاريع والجوائز كمان. شهرزاد خانم هي ما ربحت الجائزة بس لأنها كتير حلوة أو عم ترقص مع معلمينا، هي ربحت الجائزة لأنها مهندسة فهمانة وبتحب شغلها. بس للأسف الغيرة عم تقلوبكم لدرجة صرتوا تطالعوا على المخلوقة أشكال ألوان. بس يا سيدي ياسين فهمتنا غلط. عيب عليكم عيب، بدل ما تعدوا تحكوا على فلان وعلان التهوا بشغلكم أحسن، بركب تربحوا لكم جائزة. يا أستاذ ياسين أنت فهمتنا غلط. شلون يعني فهمتك غلط يا أستاذ؟ ولا بتكون تكذبوا اللي أنا سمعته؟ بس يا ياسين بيك، يلا بلا حكي، كل واحد على شغله لشوف. نفسي أعرف على شو كلهم بيحبوها، صايرين الكل محامين دفاع عنا، شي حلو. أي والله. احنا تأخرنا ما هيك؟ لا حبيبتي، تفضلوا.
تفضلي، هي قهوتك. اها، رح نفوت الفنجين معنا على الاجتماع. ايه شو فيها؟ ماشي، بكره بتلاقيهم جايين وجايبين فنجينهم معهم مثلنا. شلون كان العيد معك؟ ليش ضل في عيد؟ ايه خلصنا بقى، اكيد انت عم تحكي هيك لانه ما عم تقدر تروح على المراجيح مثل اولاد الصغار. ابدا، بس العيد قبل كان احلى مو مثل هلا. مرحبا. اهلين صبايا. اهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. شلون كان العيد معكم، منيح؟ كثير منيح. طلعت على العرض؟ ايه بشكل عام، مو سيء. تمام. ما راح نفوت لجوا ونحن عابسين، ما هيك؟ والله انا ماني عابس بنوب. شوف حالك. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. اهلا. شلونكم اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. شلون الشغل؟ ان شاء الله منيح. تمام. على كيفك. كرم، شوف هاي الشغلات الطيبه اللي بتحبها. تفضل. تفضل قهوتك. الاسبوع الماضي الاستاذ سمير رجع اتصل معي من البوسنه مشان مركز التزلج اللي شركتنا بدها تعمله مع شركته، وانا من رايي انه هالمركز هو من اهم المشاريع اللي راح ننفذها بشركتنا، مشان هيك لازم نتساعد كلنا ونستنفر مشان هالمشروع. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك استاذ. الان سيمونا راح تكون مشغوله بمشروع الماتا، وانا مشان هيك راح استلم هالمشروع، وشهرزاد راح تكون معي. الو، مين معي؟ مرحبا شهرزاد. مرحبا. ان شاء الله تذكرتيني. عفوا، لا ما تذكرتك. انا سلفتك فتون. اكيد انت متفاجئه لاني عم بتصل فيكي. ايه. ليكي شهرزاد، بعرف انتي اكيد زعلانه كثير مني. صحيح نحن سلايف، بس لهلا ما قدرنا نجتمع مع بعض. كنا انا مقصره كثير بحقه. لا تاخذيني اني ما اتصلت قبل حتى اطمن. قولي لي كيفه هلا؟ ان شاء الله صار احسن بعد العمليه اللي عملها. صار احسن الحمد لله. بناتي عم يسالوني انه عمو احمد عنده ابن وحابين نشوفه ونتعرف عليه. صراحة قلبي وجعني، فقلت ليش ما يتعرفوا على ابن عمهم، أحسن ما يضلوا غرب عن بعضهم. طمنيني أنت بناتك بخير؟ إيه الحمد لله، وبيبوسوا إيدك. كنت عم بشتري للبنات شوية أغراض، بالطريق اشتريت لك كنانة هدية. ليش عذبتي حالك؟ لا بالعكس، العذاب ولا شيء، هذا واجبي. المهم كيف بقدر أوصل لك إياها؟ فتون خانم، بس أفضل إن شاء الله أنا بعزمكم لعندي على البيت، ومنخلي الأولاد يتعرفوا على بعض. كتير شي حلو. أنا أيضاً بانتظارك. حسناً، شكراً جزيلاً، إلى اللقاء. أستاذ سمير، مش الحال ورح نجتمع بأقرب وقت، لازم نجهز حالنا لأنه يمكن نسافر على البوسنة. ممكن تقلي من وين جبت فكرة الشغل مع شهرزاد؟ ما لقيت غيرها من كل المهندسين؟ هي أشطرهم، ومشروع دبي مشي حاله. وليش ما قلتي لي إنه بدك تشتغل معه؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه يا أنور؟ شو لازم آخذ إذنك أنا إذا بدي أشتغل مع هذا المهندس أو هاد؟ طبعاً. طيب أنت لما اشتغلت مع شهرزاد بمشروع دبي، ليش ما قلت لي؟ شهرزاد ما لازم تشتغل معك. والسبب؟